مصطفى الشيخ يوسف وحسن العويد وعبد الله حفيان، نتحدث عن لاعبين مميزين. وهذه كرة لمصطفى الشيخ يوسف، الله مجددا يبصم مصطفى الشيخ يوسف على هدف آخر لجبلة للمباراة الثالثة على التوالي. بوسط الملعب سمان يفقد الكرة، تعود إلى العجيل، العجيل بتمريرة إلى مصطفى الشيخ يوسف، نسخة مكررة عن لقطة الهدف، ينطلق مصطفى الشيخ يوسف، يسدد مصطفى، الله 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 يا مصطفى يا شيخ يوسف، نسخة كربونية عن الهدف الأول. محمد العجيل يلعب كرة خلف المدافعين، ينطلق مصطفى الشيخ يوسف السريع جدا، يستلم الكرة، يهيئها ويسدد بكل هدوء. تخيلوا أن الدورة الودية كانت أفضل من المباريات الرسمية. بكل الأحوال هذه كرة خطرة جدا، السمان يستلم ويسدد، هدف أول لفريق عفرين. العودة من فريق عفرين، وحسام السمان رائع جدا بالاستلام والتمركز، يستلم الكرة بالصدر، يهيئها ويسدد. إذن السمان حسام يسجل هدف تقليص الفارق. حسام سمان عالي مرفوعة، خطرة جدا، وهدف التعادل، هدف قاتل، هدف قاتل تماما، هدف قاتل تماما من فضل عليس اللاعب البديل، يسجل كرة بالرأس بعد عرضية من حسام سمان، فضل عليس رأسية تباغت دفاعات فريق جبلة، وبالفعل الفرصة الأخيرة لفريق عفرين.